اهلا بيك يا استاذ خالد، منورنا النهارده وعايزين نقول لك الف مبروك على فندق الاحلام وعلى الاعمال طبعا اللي قبليه واخر مسرحيه كنت عاملها اللي لقت نجاح كبير بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليك. فعايزينك بقى تحكي لنا عن المسرحيه بتاعت فندق الاحلام وعلى الدور بتاعك، والمفروض ان انت العرض ان شاء الله هيبتدي ليها امتى، يعني حبه حاجات بقى عن المسرحيه. اولا انا برحب بيك يا استاذ رحاب، وانا سعيد ان انا معاكي. انت جميله ومتفوقه دايما. حبيبي ربنا يعزك. الله يخليك يا رب. انا بعمل دور عزمي في مسرحيه فندق الاحلام. تمام. اخرج الاستاذ احمد كامل، ودوري عباره عن صاحب الفندق نفسه. الفندق ده بيحصل فيه مفارقات كوميديه كتيره جدا. تمام. من خلال موضوع او اللي احنا عايزين نوصله للناس، او عايزين نقول فكره مسرحيه سيت كوم، يعني كل اللي يشوفها يفتكرها حلقات لقنوات فضائيه او مسلسل، او لا، هم بيعملوا اعاده صياغه بشكل جديد للمسرح مسمينه سيت كوم من خلال الشركه المنتجه، وهتبقى حلقات منفصله متصله على طول. حلو قوي. الفندق بيحصل فيه المفارقات الغريبه من خلال واحده بتحضر اعمال، وانا صاحب الفندق مش دريان باللي بيحصل طول عرض المسرحيه لحد ما بكتشف ده في النهايه، وبقرر ان انا اخفي البدله اللي معمول فيها العمل ده عشان ما تظهرش للنور تاني. احنا عايزين نقول ان احنا بنقدم رساله من خلال المسرح او من خلال سلسله مسرحيات سيت كوم. الرساله هنا ان احنا بنقول للناس الايمان بربنا سبحانه وتعالى والبعد عن الاعمال، يعني بنلقي الضوء على نقطة معينة اللي هي بتشغل بال بعض الناس، ان هم لما يحبوا يوصلوا لحاجة بيعملوا اعمال، اروح اعمل عمل وريح نفسي او اريح نفسي، او يضر حد بانه يعمل عمل، او يفتكر ان العمل هيخليه سعيد. تمام. فكل دي افكار خاطئة، احنا بنحاول نرسخ في اذهان الناس ان كل إن لازم يبعدوا تماما عن الحاجات دي، يعني البعد عن الدين بيخليهم يبعدوا عن حاجات كتير جدا. تمام. حضرتك لسه طبعا مش من فتره كبيره انهيت المسرحيه بتاعت هاملت بالمقلوب. تمام. طبعا كنت بتعمل فيها دور القديس. تمام. فاكيد كل عمل انت بتعمله بيبقى فيه حته صغيره منه بتفضل موجوده جواك او بتفضل مستمره لسه معاك. تمام. بما ان الوقت قصير بين مسرحيه هاملت بالمقلوب والمسرحيه اللي انت بتعملها دلوقتي فندق الاحلام، عايزه اعرف ايه الحته الصغننه اللي هي لسه موجوده جواك من المسرحيه بتاعت هاملت بالمقلوب. لا، هو لو هتقولي حته صغيره باقيه، ان انا بحاول اوصل رساله دايما، لكن مفيش من الشخصيه نفسها. لا، من الشخصيه مفيش خالص. لا خالص، دي مسرحيه بعيده عن دي تماما. هاملت بالمقلوب هي نفس نسيج مسرحيه هاملت، لكن الكاتب الدكتور سامح مهران صاغها بنسيج وشكل جديد تماما، ان هو الحقها بالعصر الحديث او عمل فيها نسيج العصر الحديث. تمام. هو في اسقاط كبير من خلال المسرحيه دي، مسرحيه مهمه جدا، وانا كنت حريص ان انا اشتغل فيها، لان الرساله بتاعتها ببساطه شديده جدا ان رجال السلطه لما بيختلطوا مع رجال الدين بيدمروا الشعوب. الدنيا خلاص بس مش مقصود بلد معينة، ولكن مختصة أو بتصب في العالم كله، بتتكلم عن ما يعانيه العالم أجمع. وتقدر تقولي ببساطة شديدة جدا إن هي الإدارة الخفية اللي بتدير العالم اللي احنا مش عايزين نتكلم عنها، بتديرها بشكل طبعا اللي بيدفع الثمن الشعوب. هو كان ثالوث ما بين رجل الدين اللي أنا كنت بعمله والملك وهاملت. هاملت بيمثل شعوب العالم، وانا رجل الدين اللي بمثل رجل الدين والسلطه في الملك. بس طيب ايه بقى في الخطه الدراميه بتاعتك في الفتره اللي جايه؟ هل في حاجه اوف سيزون اتعاقدت عليها؟ في حاجه رمضان اتعرضت عليك لسه بتقراها ما اتعاقدتش عليها؟ عايز اعرف في الدراما الفتره اللي جايه. الدراما في الفتره اللي جايه في فيلمين لسه بقراهم دلوقتي، وعندي مسرحيه ثالثه مهمه جدا، مشروع مش هسكت لما تتكلم عنها. ده مشروع ده مشروع بقاله سنة ونص بجهز له، لسبب برضو بما اننا بنتكلم عن الرسالة، انا اكتشفت ان الجيل الصغير كله مسكين، عمال
السوشيال ميديا لخبطت له دماغه فعلا. في افكار بتبث لاولادنا بشكل مش لطيف وبتدخل جواهم وبترسخ حاجات مش طبيعيه طبعا بيعجز عنها الاهل تمام. فانا بفضل ربنا بحاول اوصل رساله على الاقل نبقى في مواجهه الافكار الشاذه عننا وعن مجتمعنا. يعني انا قلت لو انا وصلت بالمسرحيه ان انا ارسخ قيمه الصدق وابعد عن الكذب فانا عملت عمل عظيم جدا بالضبط. هي مسرحيه بينوكيو من مسرح ديزني. انا اخترت المسرحيه دي تحديدا طبعا عليها بقالك فتره دي شغالين ده احنا بنعمل توازي مع هاملت بالمقلوب قبل ما تتعرض مع هاملت بالمقلوب وبقت بالتوازي مع فندق الاحلام تمام. فاحنا شغالين عليها دلوقتي وان شاء الله هتطلع للنور في خلال الايام اللي جايه. حلو جدا. شخصيه بينوكيو طبعا كل الناس عارفه ان هو كثير الكاذب مناخيره بتطول. فمن انا بلعب بقى الحته دي ان احنا بنبعد عن الكذب تماما ومن خلال الصدق بتقدري تحققي وتعملي كل اللي انت عايزاه وربنا بيرضى عنك في النهايه. طيب هنيجي بقى للعملين اللي هم بتوع السينما. قول لنا بقى التفاصيل بتاعت اسم الفيلم مين مثلا اصلا. طب صدقي والله العظيم انا 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 عندي الـ 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 الورق. الورق ولسه ما قريتوش لحد دلوقتي. يعني لسه اوريدي ما تعاقدتش عليه لسبب لا 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 يعني متعقد. تم التعاقد باذن الله بس في تعديلات في الورق طبعا. بتتم الى ان ننتهي منها هبتدي اعلن عنهم. طب قول لنا حتى اخراج مين هنا اخراج مين هنا اي ما هو يعني فيهم عمل اخراج الاستاذ وائل رامي تمام. هو مخرج سوري واحنا شغالين على الورق دلوقتي لان في تعديلات مهمه لازم تتعمل والفيلم الثاني لسه بيتم التفاوض عليه. ماشي يا استاذ خالد انا هعتبر الكلمتين الصغيرين. لا والله العظيم والله ده اللي حصل فعلا. اعتبار ان انت المره الجايه ان شاء الله تقول لا انت هتنفردي بالتصريح كله بالكامل يعني ده وعد قدام الناس كلها طبعا طبعا.